ممكن بالنسبه للسوليد ليكويد ايكوليبريم يبقى عندي ال ستاند ستيت فيوجاسيتي مختلفه. فممكن اجي اقول ان المول فراكشن بتاع السوليد في الليكويد فيز مثلا ده وودي كل حاجه الناحيه الثانيه بسبب المول فراكشن بتاع الكومبوننت ده في السوليد فيز كومبوننت اي في الليكويد كومبوننت اي في السوليد مضروب في جاما اي على السوليد على جاما اي في الليكويد في الفيوجاسيتي بتاع اي at standard state solid على الفيوجاسيتي بتاع اي standard state liquid. دول مختلفين عن بعض يعني two different standard states واحد solid واحد liquid طبعا مختلفين ودول برضو ممكن يكونوا مختلفين فبالتالي ما اقدرش اخلي دول يروحوا مع بعض فعندي المعادله بتقول لي الكومبوننت ده دايب شويه في الليكويد ودايب شويه في السوليد واقدر اجيب العلاقه ما بين ده ودي ممكن ابدا اجيب الريشيو دي من حاجات مختلفة من الثيرموداينامكس لان الريشيو دي هي الدلتا جي على ار تي الريشيو دي ممكن اجيبها بالدلتا جي على ار تي لو انا بتكلم عند الميلتنج بوينت اللي هو تحويل البيور كومبوننت سوليد لبيور كومبوننت ليكويد اقدر اجيب المعادله دي واجيبها فانكشن في الهيت اوف ميلتنج والسي بي او الدلتا سي بي ما بين الليكويد والفيبر